هاي صباح النور، مرحبا بكم. هذا فيديو سبيسيال شوية. صاحبنا تاكسيست كرهبته جديدة هاكا تراو، معناها مازالت مصلي عني بيه، معناها تفتق لوكس، أمورها واضحة، الصالون تفتق، تشتي تقعد فيها، ريحة فاوحة، دنيتها الكل فاوحة، أمورها واضحة. السيد عنده أن بروبليم، عنده مشكل يحب يحكيه. صعب باش نعمل هكا فازة صغيرة. هذه هاني شفتوها مهدية، هذه مهدية بعد العاصفة. الحمد لله لا جاتنا عاصفة لا جاتنا حتى شيء. هاني الأمور منظمة. البارح الناس خافت شدت ديارها. ميماتي الله يرحمها نفكرها وقت اللي كانت التلفزة، إذاعة التلفزة التونسية RTT، كانت كي تتفرج على الأحوال الجوية وغدوة يقولوا مطر، تقول لي أوف خرف. قوة ربي عظيمة، هذه هي قوة ربي عظيمة. أما الحمد لله قوة ربي عظيمة، الشمس زارقة، الأمور واضحة. على كل صديقي إجا منا واحكي لي شنو البروبليم تو بالضبط. كل حاجة من البروبليم ها؟ تقولوا معناها الكهرباء هذه ماشية 40,000 كيلو متر، كهرباء جديدة. ها؟ فهمتني؟ مكلفة عليا 70 مليون. اليوم ماني تاكسي. تاكسي غلقت العامين 14 أوت، غلقت العامين، مشيت نعدي فيزيتا. ساعة عملوا لي زوز محاضر تو. زوز محاضر؟ زوز محاضر على الكولير. على الكولير. كولور هاكا اصفر كولور. قالوا لي الكولير فاتح. اي ما فما كيف قاعدين يدوروا تو. قاعدين فما نفسه معناها. كراب يدوروا وكراب حطها من الباب ما يتحل بالعباد معناها. ايه. اللي يركب معايا يقول يحس اني روحي في الفي اي بي تو. صحيح. مش في تاكسي يعني. صحيح صحيح. فهمتي تحست الكل كان شايخ معايا. فما كراهب الحاله نتاعها متعبه. نخدم بالكلمه ديزور في حاجه. مش خساره فيه ولا في الكليون زاد. احنا قلنا توريست اما حتى التوانسه راهو. فما التوانسه تعمل تعرف كيف. الكل شنو اخي التوانسه اخي هما ابجل من كل شيء، هذوكم اللي يقعدوا في الشتاء ويقعدوا في كل شيء. صحيح تعرف. توريست راهو ربي يعينكم خاطر يخدموا كورسات غاليين وكل شيء. لا لا فما توانسه. وعندنا توانسه كيف كيف. كيمة التاكسي نظيف راهو. فما تاكسيستيه اخويا ها باش نرجع لك المشكل. فما التاكسيستيه راهو ما يوقفوش العباد، صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح الباهي والخايب. في كل بلاصه. في كل بلاصه. في اداره في كل بلاصه. فما حتى فما مواطنين منطقه معادم صحيح. موجود. فما لو ولات تبر اما مش الكل. وفما زاد والتاكسيست صحيح. فما تاكسيستيه فزلوه شويه القطار. موجود. ما عندي مشكله مع حتى التاكسيست وربي يعينكم. هاك انت جيتني قلت لي عندي بروبليم خرجت لك نجري يعني خرجت بالقهوه. لا لا يرحم والديك. وقلت خلنا نشوفوا المشكل تو نرجعوا لمشكلتنا. على كل انت تو ما خذيتش الفيزيت نتاعك. عطوني بروفيزوار عطوني بروفيزوار قالوا لي معناها هذه خذيتها زيرو كيلومتر عندها عامين اول فيزيتا باش تعملها. اول فيزيتا هذه بلوكاوك. بلوكاوني يعني مشيت حتى باش نخرج من برا من المدينه. يا رسول الله هاني ظاهره معناها صفرات. هذه كهرباء ما تعديش. ماهيش روز معناها، ماهيش قزوردي. مش فاهم قزوردي ولا روز هذه ولا شنو؟ هو القانون بالضبط شنو يقول؟ حتى نعرفوه. ايه اما النجم احنا على كل والله ماذا بينا احنا توا خلينا نمشيو معناها ديما وديا وكل شيء. الاعوان تاع السيرفيس دي مين نعرفهم الحق. متفاهمين وباهين وخدماتهم هايله راه في السيرفيس دي مين تاع مهديه. بقدرة ربي ولات ما شاء الله الحقيقة لا تعطيل لحد شيء. اي فما مشكلة صغيرة ان شاء الله تيحلوها. احنا تو باش نعملوا نداء. انا من بلاصتي انا يا خويا ان شاء الله يلقاو لك حل. ما فماش حل حتى بعد نشوفوا شو فما. انا واخذ كهرباء على البنكة معناها ومبلع. يعلم بيك ربي. مرتي معايا معناها باش نخلصوا الكهرباء وانت تجي معناها تقول لي ما تخدمش كلام هذا تو. الحمد لله. باش تخدم انت باش تخدم انت عمين تخدم الكهرباء والمشكلة. شكا مني حد. لا فما تاكسيستي زاده كيف كيف الكولور هو هوا باش نوضح شويه هو فاتح افتح من الاخرين شوي. اما ظاهره تاكسي يعني والله صدقني برا من مهديه لهنا اقسم بالله العظيم سيترون على حالها. هاي كهربتي ازين منها. موجودين حتى هوا قريب من هنا مش لازم نسميه. لا نلعب بالريسك ولا الريسك كليونات ولا حتى شيء. لا عندي دبوس. تفضل سي حاتم اجي حاتم بربي يا سيدي ذي ديما سيدي ربي واحنا عباد شكرهتها كلمة سي. تفضل شوف هاي اوصل راه تفضل. لا مريق لا مريق تفضل كل شيء ينبولي. هذيك شنو هي هذيك؟ هذه السترن تاع غاز. هذه السترن تاع غاز عندك بالغاز معنا. ايه ونقص فينيات. ايه مريق الامور واضحة. موري 5 سنك ما عنديش حتى مشكل معناها. قدرة ربي لاباس هكا هو، أنا مازال صفرة، أمورها واضحة، صالون تفتق، الدنيا تفتق، إن شاء الله يلقاو له حل، أنا كيما قلت زاد نداء للتاكسيسي الآخرين، راه فما ناس معذبة برشا باش تاخذ تاكسي، والله أنا البريود اللي فاتت الكل،
حاولت ونحب نلقى تاكسي والله بالساعة نضربها وفارغ ويتعدى ويعمل لي بيدو هكا صحيح فما راهو موجود واش قلت موجود الباهي والخايب بارتو همشوا شوية القطاع فما حتى اللي ما عندهمش وراق قاعدين يخدموا هاو باش يمشيو من الاخر حداتي اني ساعات نشي عيدي راهو للأمانة نشي عيدي تبدا عندك تليفون من بلاصة للأمانة للصدق نشي عيدي فتاني قلت انا تو فماش شكون يتغشش عليا ولا يا على زيدك هزوا برا انت ماشي ايوا هذا اللي يقول له ديما نكتب ديما نكتب وشي على الفيديو وقول له سامحني لا تلحي البلاكه ما عندك ما تشي عيدك لا ما يسالش انا بن اخلاقي نشي عيدي وقول سامحني ان شاء الله ربي يهدينا الناس الكل وان شاء الله يلقاو لك حل اخوي والسلام عليكم ورحمه الله.